الحب من أسمى وأرقى المشاعر الإنسانية، بها تحيا القلوب وتتقرب النفوس. وإن سألتني عن أعظم حب على وجه الأرض فسأقول لك دون أي تردد، هو حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حبهم نقيا صافيا بعيدا عن الدنيا ومصالحها، فكيف لا وهو من أخرجهم بفضل الله من الظلمات إلى النور. وهذا ليس كلامي فقط، يقول أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وسئل الإمام علي كرم الله وجهه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. أي حب هذا؟ كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حبهم لأموالهم التي جمعوها، ولآبائهم الذين تربوا على أيديهم، ومن أولادهم الذين هم من صلبهم، ومن أنفسهم التي هي أحب الأشياء إليهم. ولكن حبهم كان أسمى من ذلك بكثير، فالحب يحمل معاني كثيرة غاية في الأهمية، ونادرا ما نجد اليوم من يحمل هذه المعاني ويطبقها في حياته. فالحب ليس مجرد علاقة بين شخصين، أو أن نهدي هدية لمن نحب، أو أن نقول كلمة أحبك. فالحب أفعال وليس كلام. فالحب الحقيقي هو عندما اجتمع المسلمون يوم غزوة بدر، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في قتال المشركين، فوافقه قادة المهاجرين، ولكنه أراد أن يسمع رأي الأنصار، فانظروا إلى ما قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، هذه أموالنا بين يديك، خذ منها ما شئت ودع منها ما شئت، وما أخذته منها كان أحب إلينا مما تركته. لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك ما تخلف منا أحد، يعني لو مشيت فينا بالبحر لمشينا وراك كلياتنا. والله إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، نعجبك وقت الحرب وما منخاف. فانضي بنا يا رسول الله حيث أمرك الله. فالحب هو اتباع، هو امتثال، هو اقتداء. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحب الحقيقي عندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يا رسول الله، أحبك أكثر من مالي وأولادي وأبي وأمي إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر بكل ثبات: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فالحب هو منح الأولوية على كل شيء، على كل ما هو قريب منا، حتى على أنفسنا التي هي أحب الأشياء إلينا. الحب الحقيقي هو عندما قبل علي رضي الله عنه أن ينام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، على الرغم من المخاطر التي كانت تنتظره، لا سيما اجتماع المشركين عند باب رسول الله ليقتلوه، ولكنه رضي لحبه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ليتفاجأ المشركون بوجود علي رضي الله عنه مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فالحب هو التضحية في سبيل أمان وحماية من نحبهم. فالحب الحقيقي هو عندما رأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يوم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدم يسيل من وجنتيه، فجن جنونه وقفز أمامه يقاتل المشركين بيمينه ويساره، حتى امتلأ جسده بأكثر من 70 جرح بين طعنة وضربة ورمية،
حتى أن يده قد شلت وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحب هو أن ندافع عن من نحبهم وأن نسعى إلى حمايتهم وراحتهم دون خوف أو تردد. الحب الحقيقي هو عندما كانت السيدة خديجة رضي الله عنها خير سند للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعندما كان في غار حراء ونزل عليه الوحي لأول مرة وعاد إلى بيته خائفا مذعورا مما رآه، قامت السيدة خديجة رضي الله عنها بتهتئته وكانت له خير ملجأ. وعندما خاف أن يكذبه قومه قالت له أروع الكلمات: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضعيف وتعين على نوائب الحق، فلن يخزيك الله أبدا. فالحب أن نكون سندا لمن نحبهم، وأن نكون معينا لهم على مصائبهم وهمومهم وكروبهم. الحب الحقيقي هو عندما أسر المشركون الصحابي خبيب بن عدي رضي الله عنه وقاموا بتعذيبه أشد أنواع العذاب. وعندما أرادوا أن يقتلوه قال له أبو سفيان: أنشدك بالله يا خبيب، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك وأنك في أهلك؟ يعني مو أحسن لك لو رسول الله عم يتعذب مكانك وأنت جالس في أهلك، لا خوف ولا عذاب ولا ألم؟ فانظروا إلى ما قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني في أهلي. ما أجمل هذا الحب، ما أجمل هذا العشق، يخافون أن تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة. وهنا أدرك أبو سفيان عظيم العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. فالحب هو أن نكون فداء لمن نحب، وأن نقدم لهم أرواحنا وأجسادنا وأموالنا في سبيل حمايتهم. الحب الحقيقي هو عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف قبل غزوة بدر وبيده سهم، فلما وصل إلى سواد بن غزية رآه بارزا متقدما عن الصف، فوخزه وخزة خفيفة وقال له: استوي يا سواد. فقال سواد: أوجعتني يا رسول الله، فدعني أقتد منك، أي آخذ القصاص. فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم مما سمعوه، وبدأوا يفكرون برد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من الحبيب صلى الله عليه إلا أن كشف عن بطنه الشريف، فأقبل سواد يعانق بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبله. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلته وقال: ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، نحن في حالة حرب وعدونا جيشه كبير، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. ما أروع هذا الموقف، ما أجمل هذا الحب. فالحب هو أن نستمد قوانا ممن نحبهم، فعندما نكون معهم لا نخشى مصائب الدنيا وهمومها. الحب الحقيقي هو عندما جاء ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خادمه، وكان شديد الحب له وقد تغير لونه، يعرف الحزن من وجهه، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع، ما لي مرضان ولا موجوع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، اشتقت لك اشتياقا شديدا لا يذهب هذا الاشتياق إلا برؤيتك. ثم ذكرت الآخرة: فأخاف أني لا أراك لأنك ترفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا. فأنزل الله تعالى:
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالحب هو اشتياق ولهفة للقاء من نحب، وهذا الاشتياق لا ينتهي بمجرد الموت، بل هو عهد متين يبقى إلى الدار الآخرة. الحب الحقيقي هو عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وأخبره بما حدث معه في غار حراء من نزول الوحي، فقال له دون أن يتردد: صدقت، وأسلم فورا دون أن يتوانى في ذلك أبدا. فالحب هو التصديق بالأقوال والأفعال والجوارح لمن نحب، ولا نبحث عن الشك فيهم أو تكذيبهم. الحب الحقيقي هو عندما توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها، وسمي ذلك العام بعام الحزن، وقف المصطفى صلى الله عليه وسلم وحيدا يتحسس ألم الفراق، وذكراها في قلبه شمعة لا تنطفئ، فكان دائما يذكرها ويفضلها على سائر زوجاته. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما غرت من أحد من نساء النبي كما غرت من خديجة وما رأيتها، ولكن النبي يكثر من ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها فيبعثها، أي يرسلها في حدائق صاحبات خديجة، حتى أنها قالت له يوما: كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. ويوم غزوة بدر، وعندما أراد المشركون أن يفتدوا أسراهم، أرادت السيدة زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفتدي زوجها، وكان لم يسلم لعل صدره ينشرح للإسلام، فأرسلت مالا ووضعت فيه قلادة السيدة خديجة رضي الله عنها. فلما وقعت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رق قلبه حنينا واشتياقا لمحبوبته، فاستسمح الصحابة وقال لهم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. ففعلوا. فالحب هو وفاء وإخلاص لمن نحب، لا ينتهي بالموت، بل يبقى بالقلب والروح إلى أن نلتقي بهم في الدار الآخرة. هذه كانت لمحة من حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حبا نقيا صافيا يحمل من المعاني السامية الكثير والكثير، قل من امتلكها في يومنا هذا. بعتذر عن طول الحلقة، بس فيها كثير من المعاني القيمة. بتمنى إذا عجبتكم الحلقة تعطوني رأيكم بالتعليقات وتشاركوا الفيديو، وبالنهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تنضموا لعائلتنا لتكبر أكثر. وإلى لقائنا القادم، أستودعكم الله.